تصوير المنتجات باستخدام الذكاء الاصطناعي مجانا وبشكل احترافي جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ وحشتوني، يعني وحش غير طبيعي. انا اسف على التأخير والله اللي حصل الفترة اللي فاتت، بس انا كان عندي امتحانات والحمد لله لسه مخلص قريب. ان شاء الله على مدار الاجازة هنركز مع بعض في فيديوهات كتير جدا. وعملت اكاونت تيك توك، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف، روحوا تابعوني عليه، هحاول انزل لكم محتوى مختلف عن القناة. بس قبل ما نبدا في موضوع الفيديو بتاع النهارده، ما تنساش اللايك الشير سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اكتب لي رايك في الفيديو تحت في صندوق التعليقات. لو عندك فكره الفيديو قولها لي برده في تعليق. فكره فيديو النهارده وهي تصوير المنتجات باستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مجاني. لو انت صاحب محل او صاحب مطعم او صاحب بيزنس عموما، والبيزنس بتاعك ده بيقدم منتج زي مثلا موبايلات او سماعات ايا كان، وانت محتاج تصور المنتجات دي بشكل محترف جدا بحيث يبان ان هي بتاعتك علشان تجذب انتباه العملاء وحاجات كتير كده ليها علاقه بمجال التسويق. بس المشكله ان انت علشان تعمل ده انت بتحتاج وقت وبتحتاج مجهود وبتحتاج فلوس كتير قوي، يعني علشان تجيب مصور ويعمل لك استوديو مخصوص ومعدات التصوير بتاعته المكلفه جدا، ده غير بقى الوقت عبال ما يطلع لك النتيجه النهائيه او الفينش النهائي. موقع النهارده اللي هنشرحه بيوفر لك كل الكلام ده وبشكل مجاني باستخدام الذكاء الاصطناعي وانت قاعد على الكمبيوتر او على الموبايل. قبل ما نشوف الموقع ما تنسوش بقى لايك شير سبسكرايب، مش كل شويه هفكركم. ويلا بينا نشوف الموقع. والموقع اللي هنستخدمه النهارده في الشرح هو flare.ai، اللينك بتاعه هسيبه لكم في التعليقات تحت في اول تعليق او في صندوق الوصف. زي ما انتم شايفين ده اسم الموقع اهو، هنيجي نخش على اول رابط يقابلنا. زي ما انتم شايفين الموقع بيفتح معانا بالواجهه دي، يعني لو جيت حبيت تبص بصه كده ده شكل الموقع. دي حاجه في السريع كده. المهم اول ما تدخل طبعا لازم تسجل دخول باستخدام ايميل جوجل او باي ايميل عندك. لو حابب تتفرج على فيديو شرح للموقع ده بالكامل، المميزات ازاي تقدر تستخدمه، تقدر تشوف واتش ديمو من هنا. بس ان شاء الله في الفيديو بتاعنا هنغطي حوالي 90% من الشرح بتاعه، فمش هتحتاج. بعد كده بقى بتقول كرييت ويز فلير. بالمناسبه يا شباب الموقع ده مجاني، بيديك 30 صورة، أول 30 صورة زي ما انتوا شايفين كده عشان أنا مسجل حساب، هو عمل لي لوجن على طول من نفسه. بيفتح معاك بالواجهة دي بعد كده. دي كانت شوية مشاريع أنا عاملها قبل كده. لو في مثلا مشروع حابب تكمل عليه بتدوس عليه، لو حابب تعمل مشروع جديد من الأول بتقول كرييت نيو بروجكت. بعد كده بتيجي على قائمة أسيتس أو المصادر أو العناصر اللي انت حابب تضيفها. دي حاجات كده ايه زي ما تقول شرح او ديمو الموقع عاملها. لو انت معاك المنتج بتاعك او منتج معين عايز تعمله صوره او تنزله على الانترنت بتدوس ابلود برودكت فوتو. بس ملحوظه، لازم تكون الصوره متفرغه من الخلفيه، تمام؟ يعني ما تكونش ليها باك جراوند، ما يكونش ليها اي صوره خلفيه، اي لون في الخلفيه كده شيله لو سمحت عشان يعرف الموقع يشتغل، تمام؟ ممكن نختار اي منتج من دول على سبيل الشرح. مثلا ممكن ناخد المنتج ده نحطه هنا كده في النص. بعد كده بنروح على الخانة اللي بعديها واللي هي جنريت، تمام؟ بتفتح معانا بالشكل ده. بنيجي هنا عند اول اختيار اللي هو التمبلت، وبندور في كل النماذج اللي الشبيهة ديت او كل النماذج المجانية دي. يعني ايه فكرتها؟ لو جينا مثلا ايه نختار الشكل ده عجبني او حابب صورة المنتج تطلع شبه الشكل ده، بتيجي او شبه ده مثلا، خلينا نختار ده اللي عليه ميه، نختار الشكل ده كده وبعدين نقول له جينيريت. شايفين يا شباب بسرعه رهيبه جدا في ثواني، يعني في اقل من دقيقه هيكون طلع لنا صوره المنتج اهو زي ما انتم شايفين. يعني معلش النت عندي بطيء شويه، قرب يخلص اهو. وعندك كل التمبلتس دي مجانية بالكامل، وكل التصميمات دي مجانية بالكامل، تقدر تستخدمها في أي منتج أنت عايزه. لايك، بقولك إيه عبال ما الموقع يخلص، بس إيه انزل اعمل لي لايك واشتراك كده وفعل زر الجرس، تمام؟ قول لي رأيك تحت في كومنت، اكتب كومنت. يعني صورة تحفة وجميلة جدا، يعني بروفيشنال. علشان أي حد يعملها لك كده لازم يعني وقت ومجهود كبير قوي، وخصوصا ان انت لو صاحب بيزنس ممكن تتعطل علشان حاجة زي كده. طيب دي اول ميزة معانا النهاردة في الموقع ده اللي هي التمبلت الجاهزة. لو جينا على element، لو حابين نضيف عناصر زي ما انت شايف بالشكل ده كده، كل دي عناصر ممكن تستخدمها او تضيفها في الاعلان بتاعك.
الفرصة بتاعتك. على سبيل المثال خلينا ناخد البلاتفورم أو الستاند دي، ناخدها كده نكليك عليها أو نعملها زي ما انتوا شايفين، وظهرت معانا بالشكل ده. مجرد تعمل عليها كليك بس. لما بتقف على ايتم او اوبجكت في اللي انت بتعملهم في الصورة بيقولك عايزه فرونت او باك، يعني عايزه في اللير اللي قدام او اللير اللي ورا. خلينا نقول له باك بحيث كده ايه، ونصغره شوية بحيث ان المنتج يبقى عليه. خلينا مثلا ايه نجيبه كده نظبطه، نصغر المنتج شوية كمان هو كمان. كده اهو دي كده الاليمنت. ممكن كمان تضيف اليمنت تاني مثلا اللي هو مش عارف ده ايه، النبات ده شكله ظريف، ممكن تضيفه هنا كده. ممكن تتحكم في لونه كمان، خلينا مثلا نختاره اخضر نقول كده. هو زي ما انتم شايفين نختاره اللون ده، نحطه فين مثلا، ناخده نصغره شوية كده زي ما انتم شايفين، نحطه مثلا هنا. حاجة كمان بقى اللي عجبتني جدا واللي هي humans، تقدر تدوس عليها بالشكل ده زي ما انتم شايفين. مثلا خلينا نحط ده هنا كده، ممكن نختار شكل البنت دي نحطه ورا كده، نخليها في لاير ورا. طبعا انا اللي بعمله ده جايز يكون هبد لان انا مش متخصص قوي، مش محريف قوي في موضوع التصميم ده. نكبر حجمها شويه. ممكن كمان نغير من لونها، بس انا مش عايز اعمل كده. هترجع تاني عند جنريت بقى وتقول له جنريت بالشكل ده. نشيل الصورة دي على جنب عشان نشوف النتيجة.